بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بكم ومرحبا مع الإسلام ببساطة وباختصار. نحن نتحدث عن أن الإسلام ثلاث جوانب: إيمان وأخلاق وشريعة، ونحن الآن في جانب الشريعة. وقلنا أن الشريعة لها ثلاث مقاصد رئيسية: الحفاظ على الضرورات الإنسانية، وتلبية الحاجات الإنسانية، وتنمية التحسينات. طيب، ونحن الآن في الجزء الأول وهو حفظ الضرورات. وقلنا أن الضرورات الرئيسية خمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ الأسرة والنسل. ونحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن حفظ الدين، وقلنا كيف أن حفظ الدين هذا هو مقصد عالي إذا كان الدين هو دين المجتمع، دين الناس. أما دين الفرد، إذا كان الإنسان مضطر أن يفعل شيء يخالف الدين من أجل المحافظة على جسده، على نفسه، سنقدم النفس. ولذلك يجوز للإنسان مثلا أن يأكل الميتة عند الضرورة مع أنها حرام في الدين. وطبعا هذه مسائل فيها شوية تفصيل في الأحكام، لكن لن أدخل في هذه الأعماق، لأن ليس الهدف برنامج فقهي بقدر ما هو برنامج تأصيلي لما هو الإسلام. الآن ذكرنا أيضا، بس أحب أؤكد، أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس إذا كان دين المجتمع. أما دين الإنسان الفرد فحفظ النفس مقدم. لكن بالنسبة لقادة الناس والعلماء، ما يجوز أن يأخذوا بالرخص التي تجعل الناس يضلوا. يعني لو العالم أو قدوة اضطر أن يأكل ميتة، يأكل ميتة، ما في مشكلة، لن يحرف دين الناس. لكن إذا اضطر أن يقول كلام فيه كفر ولا فيه انحراف من أجل إرضاء محتل ولا إرضاء غرب أو شرق أو حاكم، لا، ما يجوز له هذا. فالقدوات لا تجوز لهم الرخص. فتكلمنا عن كل هذا. خلونا الآن نأخذ الجانب الثاني وهو حفظ النفس. حفظ النفس هذا له فلسفة رئيسية في الإسلام. فالفلسفة الرئيسية في الإسلام تنطلق من أن هذا الجسد جسدي، هل هذا الجسد ملكي؟ اليوم في حركات حتى وصلت إلى العالم الإسلامي، وحتى بعض البنات وقعوا في هذا وسووا أغاني حولها: أنا حرة في جسدي. أنا أفهم أن المسألة أصولية تأصيلية، وبعض الناس اللي وافقوهم، بعض الناس ردوا عليهم، بس ما فهموا المنهجية الأصيلة في هذه المسألة. القانون الإسلامي الرئيسي في فهم الإسلام ببساطة أن جسد الإنسان ليس ملكا للإنسان. هكذا باختصار: جسدي ليس ملكي، جسدي هو ملك الله عز وجل. وعلى فكرة، مالي ليس ملكي، وأنفقوا من مال الله، من مال الله الذي آتاكم. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الجسد، أعطانا هذا المال، وشاف كيف نتصرف فيه. وسأعود إلى هذه المسألة لاحقا. لكن المبدأ هنا أن هذا الجسد هو ملك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعطاني العقل لأستعمل هذا الجسد الذي ليس ملكي، هو ملك لله سبحانه وتعالى، حسب أوامر المالك. يعني أنا العفو، مثال، خلينا نأخذ مثال بسيط. لو جاني واحد من أصحابي قال لي: دكتور، ممكن أستلف سيارتك؟ قلت له: خذها، بس الله يخليك حافظ عليها. طب هذا لو راح غير لونها، ولا راح كسر فيها شيء، ولا راح تهور وصدمها، ألا يجب أن يعوض هذه الخسارة ويعاقب حتى، وليس فقط يعوض، لأنه ليس فقط خان الأمانة وإنما ارتكب خطأ. نفس الشيء هنا، نفس الفلسفة. هذا الجسد ولله المثل الأعلى، ليس ملكنا، هذا الجسد لله سبحانه وتعالى، ملك الله عز وجل. ولذلك الأحكام، لازم نفهم الأحكام هي اللي تحقق الأهداف. الأحكام بحد ذاتها ليست هدفا. يعني ما يصير أقول حرام حلال وبس، ليش بس؟ لأنه حرام، ما يصير. شوف، ديننا دين عاقل، وديننا ما شوفوا، ما احفظوها يا بناتي يا أبنائي، احفظوها، ما في ولا شيء في الدين حتى شيء صغير إلا وراء هدف. إيش رأيكم؟ هذا الدين ليس عبث، ما جاء ولا حكم إلا وراء هدف. وسأعود لهذه المسألة بتفاصيل أكثر، بس خلينا نأخذ الجسد هنا.
ناخذ ثلاث احكام، ناخذ حكم صغير وحكم وسط وحكم كبير. الان ناخذ الوشم. هنا طبعا الكلام عن الوشم الدائم. الوشم الدائم في الاسلام هذا الوشم حرام، طبعا الاوشام المؤقته هذه اللي صبغ ويغتسل ولا لزاق ويزال لا حرج فيه، لكن اتكلم هنا طبعا لا حرج فيه اذا ما كان فيه فحش او فساد، لكن بشكل عام لا حرج فيه. لكن الكلام عن الوشم الدائم هذا الوشم حرام، هكذا الحكم الفقهي. طب الفقهاء لما درسونا ان الوشم حرام ما قالوا لنا ليش حرام. تعرفوا ليش حرام؟ لاني انا غيرت هذا الجسد بدون اذن مالك هذا الجسد. انا جسدي ليس ملكي، انا غيرته على كيفي، ما يصير. هو لم يأذن بهذا، هو قال ممنوع تسوي وشم، ممنوع لان هذا ليس ملكك. فهو يريد ان يختبرني التزم بهذا ولا ما التزم. ايضا الانسان ياخذ شيء ويجرح ايده، يقول انا حر بايدي اقطعها كما اتشاء، لا تأثم ليس فقط خطأ طبي وانما تأثم شرعا لانك لعبت بشيء ليس ملكك، دمرت شيء لا تملكه. فهذه الاشياء البسيطة. خلينا ناخذ حكم وسط. الحكم الوسط لما يأتي الشيطان ويأمر البشر ان يغيروا خلق الله، يغيروا خلق الله، ما يجوز تغيير خلق الله. ليش؟ هذا خلق الله ليس ملكنا مرة اخرى، هذا الجسد ليس ملكنا. وبالتالي تغيير شكل الانسان بدون ضرورة، وما اريد ادخل بالتفاصيل الفقهية، الضرورة قد تكون جسدية وقد تكون نفسية، انا اقدر هذا، بس هذا قرار طبي، هذا ليس قراري انا وليس قرارك انت يا بنتي، هذا قرار طبي. اذا كان هناك ضرورة جسدية او نفسية شديدة ففي هذه الحالة لا يجوز. اما التغيير فقط لاجل اللعب ولاجل فقط يعني مشكلة الناس ان ما في واحد عاجبه جسده، الابيض يريد يصير اسمر والاسمر يريد يصير ابيض وكل واحد يريد يغير الشكل، ولا هذا اللعب بخلق الله عز وجل ما يجوز الا لضرورة، والضرورة لها احكامها. فاذا هنا دخلنا في الحكم الوسط، ما يجوز، دخلنا في الاثم لاننا نغير شيء لا نملكه. خلينا ناخذ شيء كبير وهو الانتحار. ليش المنتحر هذا يستحق النار واحكامه شديدة، حتى وصل الامر في بعض الفقهاء نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ لا طبعا نصلي عليه، بس بغض النظر عن هذه المسألة، وصلوا ان نصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا لا ما يدفن، وصلوا الى هذه المسألة؟ طبعا يدفن مع المسلمين، بس اجابات سريعة. لكن هنا لماذا كل هذا التشدد؟ انا اقول لكم ليش. لان في امانة كبيرة جدا 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 اسمها الجسد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الانسان مؤتمن عليها وليست ملكه. جاء هذا الانسان بتهوره ولا بيأسه وقام دمر كل الامانة، انتحر، هذا يستحق عقوبة كاملة. اذا الوشم يستحق العقوبة، والذي يغير خلق الله يستحق عقوبة اكبر، والذي يدمر كل الامانة يستحق عقوبة اكثر واكثر. عرفتوا الاحكام هذه ما هي عشوائية، هذه ليست عشوائية، هذه من وراءها اهداف. فاذا هذه من اهداف الكبيرة لشريعة الله عز وجل، المحافظة على النفس. لكن المحافظة على النفس هنا جاءت بعض الاحكام تقول لا، في حالات ضحي بنفسك، مثل الجهاد في سبيل الله ضحي بنفسك، بل بالعكس قد لا يكون جهاد بمعنى سلاح ورفع السلاح امام الاعداء، قد يكون الجهاد هو جهاد الكلمة التي تودي بالنفس. ولذلك من اعظم الشهداء حمزة، ورجل قام الى امام ظالم فامره ونهاه فقتله. طبعا انا اعرف ان هناك خلاف على صحة الحديث، لكن الاكثر انه الحديث حسن او صحيح. فنرجع، فهذه المسألة ان الانسان ضحى بجسده من اجل كلمة الحق. لكن حتى لو ما اخذنا هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح، نرجع الى قصة الغلام الذي ضحى بنفسه عشان يهدي الناس في قصة، القصة المشهورة، قصة رب الغلام واهل الاخدود،
معروف هذه المسألة، ضحوا بأنفسهم، أهل الأخدود كلهم ضحوا بأنفسهم من أجل دينهم، والله سبحانه وتعالى مدحهم على ذلك. إذن نعم، تضحية بالنفس وإهلاك النفس لا تجوز، لأن احنا لعبنا بكل الجسد، لكن في حالات قال الله سبحانه وتعالى قدموا الدين عليها، قدموا الدين، وشرحتها أنا في الحلقة الماضية وأكدتها في هذه الحلقة. فإذا الإسلام فيه إيمان وأخلاق وشريعة، الشريعة فيها ضرورات وحاجيات وتحسينات. الضرورات فيها حفظ الدين، والثانية الرئيسية هي حفظ النفس. وعلى فكرة أحكام كثيرة جدا تدخل في تفاصيل هذه المسألة من اللعب بخلق الله عز وجل وتغيير خلق الله. وذلك لما يأتي قضية الواشم والنامصة وأمثال هذه المسائل، هي ليست عشوائية، هذه لما يصير تغيير لخلق الله. أما مرة أخرى إذا كانت المسائل لها ضرورة من أجل حفظ الدين، أو لها ضرورة جسدية طبية، أو ضرورة جسدية نفسية، فنعم يجوز هذا. وعلى فكرة من تحت قضية حفظ النفس يدخل منع الإجهاض، تحريم الإجهاض، حرام. طبعا حرام لما تنفخ فيه الروح، اللي هو لما يوصل عمره 120 يوم. قبل هذا اختلفوا العلماء، وبعضهم وأكثرهم الحقيقة على أنه أيضا هذا فيه جسد مدام بدأت الحياة فيه. فعلى كل حال بعض العلماء يقول أبعد 40 يوم، هذه قضية طبية يحكم بها الفقهاء هل في روح. لكن لو كان سيؤدي إلى وفاة الأم لا نضحي به طبعا. فإذا هنا حفظ النفس، هذه المسألة يعني لها أحكام تفصيلية كلها تهدف إلى هدف عظيم. حفظ النفس ضرورة، بدونها لا تستقيم حياة البشر. مزيد من الإسلام ببساطة في الحلقة القادمة إن شاء الله.